بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور علي عباسي، رئيس مؤتمر بتاع الجمعية المصرية للمؤتمر 21، الجمعية المصرية للبدانة والغدد الصماء والسكر. وموضوع مهم قوي الناس بتغفل عنه، وخصوصا في عائلات مرض السكر. عائلات مرض السكر بنات خصوصا يجب الاهتمام بصحتهم تماما قبل الجواز وأثناء الجواز، لأن دول طالما الأسرة فيها سكر فهي معرضة للسكر، وخصوصا سكر الحمل الذي قد يبدأ في أي وقت من الحمل. وهذا السكر له تأثير ليس على الأم فقط ولكن على الجنين أيضا، ومضاعفاته كثيرة جدا، قد تؤدي إلى إذا كانش الست مظبوطة سكرها مظبوط ممكن يؤدي إلى الإجهاض لا قدر الله. لكن إذا انضبطت فهي تماما زيها زي أي واحدة ما عندهاش سكر ولا شافت السكر. فالمفروض أي بنت من عائلة مرضى السكر أهلها ياخدوا بالهم كويس قوي قبل ما تتجوز، يعرفوا حاجتين: يا ترى السكر بتاعها طبيعي ولا لا، نمرة واحد. نمرة اتنين، ابن عم السكر الغدد الصماء. الغدد الصماء وخصوصا الزيادة أو النقص في إفراز الغدة الدرقية قد يؤدي إلى زيادة السكر أو يؤدي إلى انخفاض السكر. انخفاض لو كانت الغدة الدرقية كسلانة، لو كانت نشطة هيؤدي إلى زيادة السكر. مش كده وبس، لو كان حتى الغدة الدرقية في الست أو البنت اللي هتتجوز مش مظبوطة هيأثر على الحمل. هيأثر عليها إزاي؟ ممكن قوي الحمل ما يكملش زي ما قلت، أو الأوحش من كده قد يصاب الجنين بإن القواه العقلية تبقى مش طبيعية، وده يا ريته ما خلفوه لو كان هينزل عنده اختلال أو انخفاض في القوى العقلية بتاعته، ماليش لازمة. الحاجة التانية زي ما قلت من شوية، لو إن في سكر في العيلة لازم قبل ما تتجوز البنت يتعرف سكرها كويس قوي، مش بس السكر الصايم، السكر الصايم اللي بعد الأكل بساعتين، لأن إذا اكتشفنا إن في زيادة في السكر ولو بسيطة ممكن ده أثناء الحمل السكر ده يزيد. وبس وأثناء وخصوصا في الأسبوع 26 و27 من الحمل، لو كان في الأسبوعين دول السكر زاد، ده بيسموه سكر الحمل. وسكر الحمل ده من فضل الله إن 40% من الستات أو 60% من الستات بعد الولادة بيروح منهم، لكن في 40% منهم يستمر السكر مدى الحياة. الحاجات دي لازم نعرفها وننبه عليها كل عائلات مرضى السكر عشان ولادهم يطلعوا أصحاء وكويسين. الحاجة التانية اللي أنا قلت عليها، لو إن في مرض من أمراض الغدة الدرقية خصوصا زيادة في النشاط أو انخفاض في النشاط، يجب ضبطه تماما قبل الموضوع الجواز، عشان لما ينضبط ده خلاص هنطمئن إن الخلف هيبقى طبيعي ونخافش على المولود من أي حاجة. دليل العلم، وشكراً.